السلام عليكم لي تروا زيماني. اليوم باش ناخدو مع بعضنا كور لي زالكول اليفاتيك ساتوري، باش نتعلمو كيفاش نعملو نومونكلاتور دي زالكول ونشوفو شنو معناها كومبستيون وشنو معناها اوكسيداسيون ميناجي. مرحبا بكم في كلاسي. Dans ce cours, on va voir ensemble définition, formule générale et formule brute. Deuxièmement, je vais voir la masse molaire d'un alcool. Après, je vais voir la classe des alcools. Quatrième titre, nomenclature des alcools. Cinquième titre, combustion complète des alcools. Sixième titre, déshydratation des alcools. Et la dernière chose, c'est oxydation ménagée. Par définition, un monoalcool aliphatique saturé est un composé oxygéné dont la chaîne carbonée est ouverte et elle renferme un groupement OH appelé groupement hydroxyle. Tatfakrou fi dars les hydrocarbures aliphatiques amnaou lwaqt li qrina la famille nta les alcanes huma c'est la famille des hydrocarbures saturés. Huma li andhom un simple liaison. Tlgha chwaya des double liaisons kima les alcènes et les alcines. Hada exemple nta un butane andou simple liaison. Ntfakrou hajat khfifa li kol carbone d'après la chimie de Lewis andha lhaq bach tehz kan 4 hydrogène. Donc hadhom 3 w hadi 4 1 hadhom 2 w hadi kaaba okhra yjiou 4 kif kif hadi okhtha w kif kif hadi fi lakhir andna kaaba men hna w 3 fi lchay. Alors نفكروا زادا اللي لي زيدروكربور اليفاتيك ساتوري عندهم ان فورمول بروت سي اكس هاش واي مي لهنا قال لك الي اوكسيجيني اوكسيجيني دونك باش تزيد لها او زد. الور شو باش تولي لنا الفورمول بروت نتاع لي زيدروكربور اليفاتيك ساتوري. الور لي فورمول نتاعنا ولات سي ان هاش 2 ان بلس 2 ونزيدوها O. هذه تتسمى فورمول بروت. بويسكو في الديفينيسيون قلنا اللي الشين كربوني اوفيرت اللي غنفيرم ان جروبمون او هاش دونك عندنا الحق نكتبوها سي ان هاش دو زين بلس ان ونعملو جروبمون او هاش دونك هذه سي لا فورمول جينيرال. نأخذ des exemples. لو كان عندنا 5 كربون H باش تولي 2 x 5 plus 2 و O. دونك تولي عندنا C5 H12 ومعها أكسجين. باهي بالفورمول جينيرال كيفاش نحطوها اللي هي CN H2N plus 1 OH. دونك نفس النمبر دو كربون 5 باش يكون عندنا هاش 11 ومعها او هاش. بعد ما شفنا ديفينيسيون نتعداو توا نشوفو لا ماس مولير دان الكول. كيفاش نحسب الماس دان الكول؟ الماس مولير نتاع الكول قبل ما نحسبوه باش نعملكم رابيل صغرونا كيفاش نحسب ماس مولير نتاع اي موليكول. بار اكزومبل موليكول دو H2O. حط في راسك اللي الماس مولير نتاع اناتوم ديدروجين راهي ايغال ا 1 والماس مولير نتاع الاكسجين ايغال 16 والماس مولير نتاع الكربون نعرفوه من قبل لازم الكل ايغال 12. دونك بار اكزومبل كي باش نحسب الماس مولير نتاع H2O باش نعمل 2 فوا الماس مولير نتاع ديدروجين بلس 1 فوا الماس مولير à l'oxygène. Donc je dis 2 fois 1 plus 16 est égal à 18. Donc le molécule d'eau a une masse molaire égale à 18 grammes mol moins 1. Mais il y a qui fait que je la masse molaire d'un alcool. Et on sait que l'alcool a une formule brute CnH2n plus 2. Donc je vais faire l'indice N, je vais faire la masse molaire d'un carbon. نزيدها الهيدروجين فاش مضروبه في 2n بلس 2 دونك 2n بلس 2 فوا الماس مولير نتاع اناتوم ديدروجين
نزيدوهم الاكسجين عندي كعبه بركه دونك لا ماس مولير داناتوم دوكسيجين شو اللي عندي هذايا ايغال ان فوا 12 بلس 2n بلس 2 كلها فوا 1 بلس 16 الور ولا عندي 12n بلس 2n بلس 2 بلس 16 دونك من الاخر لا ماس مولير نتاع الكول شنو الفورمول نتاعو سي ايغال 14n بلس 18 ناخذو اكزامبل باش نفهمو كيفاش نطبقو الماس مولير في اكزرسيس ابليكاسيون صغيره للديتيرميناسيون دو فورمول بروت نعطيك انا الكول الليفاتيك ساتوري دو ماس مولير ام ايغال 74 غرام مول موانز 1 Déterminer leur formule brute. Ahna narfo, il y a le masse molaire égale 14n plus 18. Ou d'après notre exercice, il y a le colo égale à 74. Alors, 14n égale 74 moins 18. Tassini, 14n égale à 56. Et par la suite, n égale à 56 sur 14. Il égale à 4. Donc, d'après notre formule brute, il y a CnH2n plus 2O. Donc, je vais aller en C4H, 2 fois 4 plus 2, tatini 10, O. Donc, c'est la formule brute de notre alcool. Tant à on va avoir les nomenclatures. بل نومنكلاتور باش نعطيكم تيتر صغير باش نزيدو اللي هما لي زيزومير ابارتين من الفورمول بروت هذايا قداش نجم نعمل من الكول ابارتين من الفورمول بروت نتاعنا اللي هي سي 4 اتش 10 او قداش نجم نصنع من شين مي نبداو نحطو نومبر دي كربون الاولاني 1 2 3 اي 4 اوكي بعد نكملو لي زيدروجين H2 H2 وهنا H2 زادة على خاطر ما تنسوش باش نحطو الجروبمون او H هذه واحدة شنو نجم نعمل زادة كي العادة نحط كربون 2 3 4 اما نبدل الجروبمون او H بدلها البوزيسيون بتاعها دونك سي تان ايزومير H2 هاش واحدة على خاطر عندي واحدة والاثنين ثلاثة أربعة تفكروا لي في شيما دو لويس يا جماعة راهو كل كربون عندها الحق تهز 4 هيدروجين أكاهو باهي نجم زادا نعملها كربون اثنين ثلاثة أربعة دونك سي هاش تغوا هني سي هاش دو خاطر باش نحط له هاش هني هنا CH3 وهنا هيدروجين واحد الور نجم زادا نبدل البوزيسيون نتاع الجروبمون او هاش بنفس ستركتور CH3 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 وهنا باش نحطها او هاش هنا نزيد حتى هيدروجين خاطر ديجا كعبة 2 3 4 دونك هذوما سو سون 4 ايزومير باهي جو نتفكروا كيفاش كنا نسميو لي شان توا نمشيو للتيتر اللي بعده اللي هو نومونكلاتور الور كيفاش نعملو نومونكلاتور للي زالكول اول حاجه نعملها اني نختار لا شين لا بلو لونغ ونحسب قداش عندي من كربون 1 2 3 اي 4 دونك 4 كربون جو نتفكروا حاجه كي نحسبو في السونس هذايا باش تعرضنا ليزون او هاش في البوزيسيون 1 كي نحسبو في السونس هذا باش تعرضنا ليزون او هاش في البوزيسيون 4 خاطر هذه باش تولي 1 هذه 2 3 اي 4 دونك باش نختار السونس هذا من بعد نعملو طلع على التابلو اللي خدمنا بيها عام ناول هذا شنو تعلمنا في عام ناول اول حاجه نحطها لا بوزيسيون دو راميفيكاسيون من بعد لو كان عندي دو راميفيكاسيون باش نحط دي لو كان 3 باش نحطو 3 لو كان 4 تترا ابري نسمي الراميفيكاسيون كان عندك سي هاش 3 سي ميتيل كان عندك سي هاش سي 2 هاش 5 سي تان
éthyle, qu'on a avec CH7, là c'est un propyle. Après, nous sommes la chaîne principale. Mais avant qu'on en mette méthane, mettre barque, on va en mettre méthane. هك. Juste نحيو الاو نتاع الكان كلها ان سي بون دونك لو كان كربون وحده راهو سي تان ميتان دو كربون ايتان تروا كربون بروبان كات كربون بوتان سان كربون بنتان سيس اكزان سيت ابتان ويت اوكتان نوف نونان اي ديس ديكان بعد باش نحطو هذم لي ليزون باش نحطهم ما بيناتهم لا بوزيسيون تاع الاو هاش هذه باش نحط فيها البوزيسيون او هاش كان عندي كيف ليكزامبل تاع تاو الاو هاش فين بوزيسيون موجوده موجوده في البوزيسيون ا دونك نجي لهنا باش نحط ا والتيرمينيزون في الاخر نوتر تيرمينيزون باش تكون اول اي نخدمو ليكزامبل تاعنا Alors, on a 4 carbones. Alors, c'est un butin. Après, je note la position de l'alcool et la terminaison ol. Simple à l'heure. Mais, il est battu. On a 1, 2, 3 et 4. Donc, 4 carbones qui fait l'ad. Butin, mihne, fait la position de charge d'alcool. Donc, 2. اول ليكزامبل اللي بعده شان عندنا 1 2 3 هذه لا شين لا بلو لونغ مي كي مش نحسب هكا باش تعرضني راميفيكاسيون اون بوزيسيون 2 اوكي نحسب هكا باش تعرضني راميفيكاسيون في البوزيسيون 2 ولا الكول في البوزيسيون 1 بار كونتر في السونس الاولاني الكول باش يجيني في البوزيسيون 3 دونك باش نختار السونس هذا الوغ كي يبداو 3 كربون شو يوليو C'est un propan. Dis, mais ça, ma chaîne la plus longue, la chaîne principale, c'est ma chaîne. Position 1, on dit alcool. Alors, ou, on va faire position 2, on dit ramification, méthyle. Donc, 2, méthyle, propan, 1, ol. C'est bon. Tade ou l'écher. Isomère, t'hassel n'ali. Donc, hédé. يتسمى سيمتريك خاطر باش تحسب هكا 1 2 3 ولا 1 2 3 في الحالتين الراميفيكاسيون ولا الكول باش يعرضوا في البوزيسيون 2 الوغ باش نسمي الشين برينسيبال سي بروبان 2 اول والبوزيسيون 2 عندي فيها ميثيل الوغ هذوم لي 4 ايزومير وكيفاش نسميوهم تنشوفوا بعديك شوية دوتر اكزامبل في اللي نومان كلاتور جوست خلينا نتاو نقدمو في الكور نشوفو كلاسمون داو باش نتعداو ونشوفو كلاس ديز الكول كيفاش نعمل كلاسمون ديز الكول اول حاجة الالكول يتقسم لتغوى كلاس كلاس بريمير و سكوندير و تيرسيير الور انا كيفاش نعرفو اللي هو بريمير ولا سكوندير ولا ترسيير لو كان الكول نتاعك في الفورمول في الشين نتاعو متصور عندنا كربون فيه ليزون هاش اي هاش اخرى او هاش هذا سي تان الكول بريمير شوفوا ليكزامبل بار اكزامبل برمي سي تروز الكول ولا سي كاتر زيما شانت ناخذ كولور ديفيرون باهي نشوف الكول هذا في الشيء لصق في دو هيدروجين alors c'est un alcool primaire عنيش اكزامبل اخر في دو نو باهي دونك c'est un alcool primaire بالنسبه للالكول سيكوندير الشين نتاعو باش نلقاوها هكا سي هاش راديكال ان اوتر راديكال اي او هاش هنا فما ليزون كربون افيك هيدروجين دونك سي ان الكول سيكوندير ناخذو اكزامبل
هنا مثلا. وينو الثاني؟ شوفوا عندي سي هاش وعندنا لهنا ليزون او هاش. دونك لو بيتان دو اول سي تان كول سيكوندير، فماشي واحد اخر؟ وي هذا زيد. شوفوا سي هاش ولهنا او هاش، فوالا هكا خير نظفناها شوي. دونك عندي سي هاش ولهنا او هاش، دونك سي تان الكول زيد سيكوندير. شفتوا؟ دونك وقت اللي يكون عندي سي هاش دو مربوطه بالالكول دونك سي تان الكول بريمير. لو كان الالكول مربوط بكربون معاه هيدروجين وحده راهو سي تان الكول سيكوندير كيما هذا، وكيف هذا زيد سي تان الكول سيكوندير. دونك تيرسيير تاو. لو كان عندي كربون لصقه في راديكال منه ادخل راديكال تروازيام راديكال اي او هاش، دونك ما فيها حتى هيدروجين الكربون، هذه ليزون او هاش ماهيش مربوطه بكربون ما فيها حتى هيدروجين. دونك في الحاله هذه سي تان الكول تيرسيير كيف ليكزامبل الاخرين اللي عندنا. هذا اخر اكزامبل عندنا لهنا، شوفوا ليزون او هاش لهنا افيك كربون ما فيه حتى هيدروجين. الور لو دو ميثيل بروبان دو اول سي تان كربون تيرس ابليتو مش كربون سي تان الكول تيرسيير. دونك ليزون كربون افيك دو هيدروجين ولا تروا بون دو جينيرالمون باش تكون عندنا سي تان كربون بريمير. ليزون الكول افيك كربون و هيدروجين دونك سي تان الكول سيكوندير. وعندنا ليزون دالكول افيك كربون ما فيه حتى هيدروجين سي تان الكول تيرسيير. الوغ تعداو للتيتر اللي بعدو. تو باش نتعداو ونشوفو لا كومبستيون كومبليت دي الكول. اش معناها كومبستيون كومبليت دي الكول؟ ساعة الكول نحنا نعرفو اللي هو دو فورمول بروت سي ان هاش دو زين بلس دو اي او. نقول لك رانا باش نعملو كومبستيون كومبليت دي الكول معناها باش نحرقوه. شوفو الاكسبيريونس بار اكزومبل هنا خذينا ليتانول شعلنا فيه نار ديريكتومون. هنا اش باش يصير؟ باش يعطيني حاجتين، باش يعطيني ديجاجمون بيان سور كي باش تحرق حاجه لازم الاد دو لوكسيجين. دونك باش نستعمل لهنا لوكسيجين، نطولكم لوكسيجين هذاك من الهواء من اي حاجه اخرى، المهم يكون فما اكسجين. هنا باش يصير لي ديجاجمون نتاع حاجتين نتاع سي او دو، وعندنا زاده ديجاجمون نتاع ماء. ما نعرفش قداش السي او دو قداش الماء، اما عندنا فورمول نطلعوا بها لا كونتيتي اكزاكت. باهي الكومبستيون كومبليت تقولك تعطيني سي او دو وماء. الوغ شوفوا الفورمول هذه، هنا راهو باش تعطيك ما هذه دو زين، هنا باش تحطها تضربها فوا تروا زين سيغ دو تجي للسي او دو تضربو فوا ان، والهاش دو زو تضربو فوا ان بلس ان. يجيو ناخذو اي اكزومبل متاعي الكل نعرفوه ونشوفو ليكيليبر متاع الفورمول هذه يمشي ولا لا. بار اكزومبل ناخذو سي كاتر هاش ديس او بلس، قلنا دو زو لهنا يعني باش نضربو تروا فوا كاتر سور دو. تروا فوا كاتر سور دو اش يعطينا؟ يعطينا دو سور دو اللي هي سيس. دون 4 CO2 بلس N بلس 1 تعطيني 5 H2O. إجا نشوفو ليكيليبر، ناخذو أوتر إكزومبل نوتر كولور بيان سور. باهي عندنا سي 4 H10، هنا عندي 4 كربون وهنا 4 كربون، هنا عندي 10 هيدروجين وهنا عندي 5 فوا 2 10 هيدروجين، وهنا عندي هذه وحدة وهذه راهو تضربو 6 فوا 2 يعني 12 و بلس 1 13 أكسجين، ولهنا عندي 2 فوا 4 عندنا 8 و 5 فوا 1 يعني 8 بلس 5 باش يعطيني 13. ألور إلي إكيليبغي. باهي دونك مهما كان نوعية الكول باش تزيدو 3 إن سوغ 2 أو 2 دون إن سي أو 2 بلس إن بلس 1
H2O تخرج لك الفورمول إيكيليبر. مي تو شو لاحظنا يا جماعة؟ لاحظنا اللي دخلنا في لي رياكتيف عندنا الكول بلس اكسجين، وفي لي برودوي تحصلنا على CO2 بلس H2O. دونك il y a une destruction complète de la chaîne carbonée. L'alcool, elle est totalement détruite. Et de cette manière, combustion complète. Après avoir vu la combustion, je vais voir de cette manière déshydratation des alcools. Mais, par définition, la déshydratation des alcools, elle est constituée à éliminer une molécule d'eau à partir de deux molécules d'alcool. Je m'en ai dit que nous avons dit deux alcools, par exemple, nous avons dit que nous avons dit alcool, nous avons dit c'est un alcool, c'est un autre alcool. Bien sûr, en présence d'un catalyseur, je suis un peu plus cher. Le catalyseur interne, le nerf mobile, c'est l'acide sulfurique H2SO4. Donc, il y a une molécule d'eau plus un alcool. Donc, si on a alcool, c'est un, c'est une molécule d'eau, c'est une élimination d'une molécule d'eau. Ou l'alcool, c'est un éther symétrique. C'est mieux, éther symétrique. Alors, déshydratation des alcools, هي عبارة على باش نخلط دوز الكول باش يعملوا لي إليمينيسيون مولكول دو وباش يعطوني معاهم ان ايتير سيميتريك بيان سور اون بريزونس دان كاتاليزور اللي هو سي لاسيد سولفيريك وفي تمبيراتور 140 دوغري سلسيوس اون برانسيب هذا ما يهمكم في لي تي بي. الوغ تو نتعداو شنو معناها اوكسيداسيون ميناجي ديز الكول، هذه اخر تيتر في الكور اليوم. Oxydation ménagée des alcools. C'est la dernière partie du cours. Alors, nous avons vu que tout le carbone, l'alcool a une liaison avec deux hydrogènes, c'est un alcool primaire. Quand il y a un seul atome d'hydrogène, c'est un alcool secondaire. Quand il y a un seul hydrogène en liaison, c'est un alcool tertiaire. Donc, l'oxydation ménagée des alcools, la première chose que nous faisons, c'est تلغي الترسيير من البارتي هذي على خاطر الترسيير ما نجمش نعمل له اوكسيداسيون. باهي، شنو معناها اوكسيداسيون ميناجي؟ باش ناخذ الكول واش نسخنو، مش كيما بكري حرقناه كومبليتمون، لا باش نحطو لهنا اونتر دو بلاك شوفونت باغ اكزومبل، ونحطلو ان كويفر تري شو، هذا اون كويفر راهو يكون تري شو باش نسخنو برك. علاش؟ باش ما نعملش ديستركسيون للموليكول دالكول كيف ما يصير لي وقت اللي نعمل الكومبستيون. الوغ باهي، هنا اش باش يصير؟ الوغ عندي الكول اللي هو دو فورمول بروت سي ان هاش دو زين بلس دو او، هاش دو زين بلس دو او او. باهي، باش نزيدو الاكسجين بيان سور، انا باش نسخن حاجه باش نحرق حاجه، دونك يلزمني الاكسجين. مي منين نجيبوه الاكسجين هذا؟ باش نجيبوه اما من البيكرومات اللي هو Cr2O7-, سي لو بيكرومات، او بيان باش ناخذوه من لي زيون بيرمونغانات اللي هما Lmno4-, سي لو بيرمونغانات. الوغ اش باش يعطيني هذا؟ دونك عندي الكول مع اكسجين، شنو باش يعطيني؟ باش يعطيني حاجه بلوس دو مولكول دو، ديما يعطيني دو مولكول دو. مي هيك الحاجه هذيك هي اللي باش نشوفوها توا، هي شنيا؟ دونك الكول مع الاكسجين باش يعطيني حاجه بلوس، راهو هنا ديما 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 دو هاش دو زو. مي الحاجه هذه باش تكون اما ان راديكال كربون و راديكال اخر و دوبل ليزون اكسجين. لو كان تحصلت في لي برودوي على سي ار ار بريم دوبل ليزون اكسجين، راهو سيتان سيتون،
Alors, في الحالة هذية، الكول متاعنا سي ان الكول سيكوندير. البيوت نتاعي فاش يقول الغاير انا فاش قام عليا شد الكول ونحرق فيه، راهو البيوت نتاعي اني نعرف الكلاس ديز الكول. هذاك علاش بكري قلت لكم اما نخدموا على البريمير والسكوندير، اما التيرسيير لا. دونك في الحاله هذه لو كان عندي الكول بلس اكسجين تحصلت على سي ار ار بريم اكسجين راهو دوبليزون بيان سور او اعرف راهو سي تان سيتون اي بار لا سويت سي تان الكول سكوندير. هالسيتون كيفاش نجم نطلعو دون اون اتود اكسبيريمونتال؟ باهي راهو السيتون افيك لو دو كاتر دي ام بي هاش يعطيني ان بريسيبيتي جون، ان تيست بوزيتيف بريسيبيتي جون، اي ما يعطي حتى رياكسيون افيك لو رياكتيف دو شيف سونز اكسيون sans action avec le réactif du chiffre. Yani expérimentalement, là où il y a le produit le plus tracé là, attaque avec le 2N DMPH, chiatique précipité jaune, ou meyati hatta action, zouz ram en même temps, meyati hatta action avec le réactif du chiffre, arrive directement raho citan citon et par la suite l'alcool mterna. Qu'on a utilisé في l'expérience, c'est un alcool secondaire. On va prendre maintenant un alcool de formule brute CnH2n plus 2, normale oxydation, où je vais passer à RC hydrogène et double ion oxygène. Donc, c'est un aldéhyde. Aldéhyde. باهي تخيل روحك تو تخدم دون ان لابوراتوار، في لابوراتوار باش تبدا عندي سوليسيون مانيش عارف هذه شنو، شنو نجي نعمل لو برودوي هذا نجي نزيدو لو دو كاتر دي ان بي هاش باش نتحصل على بريسيبيتي جون. باهي ومن بعد كيف ما عملنا من بكريك في في السيتون باش نزيد لهذا لو رياكتيف دو شيف باش يولي لي روز، دونك il rosi le réactif du chiffre réactif. دونك في الحاله هذه لو كاين il rosi le réactif du chiffre donc c'est un aldéhyde et par la suite l'alcool اللي بدينا بيه c'est un alcool primaire. باهي l'alcool le qui est de première راهو ينجم يزيد يعمل une autre oxydation. Donc نيرو l'aldéhyde هذا سي l'aldéhyde ونزيدو l'oxygène باش يعمل oxydation باش نتحصل على carbone radical double ion oxygène ou groupement OH جديد. Donc, c'est un, bien sûr, plus H2O, les deux H2O, des comités. Donc, l'année, c'est un acide carboxylique. Alors, l'alcool qui est primaire, nous avons l'oxydation, je ne trace pas l'aldéhyde. L'aldéhyde, avec une chemise, nous avons une autre oxydation, nous trace l'acide carboxylique. Alors, nous avons dit que c'est un alcool primaire. يجي نعملو ريزومي صغيرة للي شفناه اليوم الكل. بي هذه سي لافيش دو ريزومي. شغل لا فورمول جينيرال دان الكول هي CnH2n بلس 1 OH. لا فورمول بروت هي سي CnH2n بلس 2 O. بعد شفنا لا ماس مولار دان الكول اللي هي 14n بلس 18. ابخي شفنا النومنكلاتور، في النومنكلاتور خلنا نحطو البوزيسيون تاع الراديكال الأولانية، من بعد نحطو اسم الغاميفيكاسيون، بوزيسيون دو غاميفيكاسيون بليتو، من بعد نحطو اسم الغاميفيكاسيون، من بعد نحطو لو نون دو لا شين برانسيبال، من بعد نحطو أونتر دو تيغي البوزيسيون تاع الكول، إي أبخي باش نحطو أول، اللي عندو بروبليم في النومنكلاتور ينجم يرجع
الفيديو نتاع النوموكلاتور دي زيدروكربور الليفاتيك ساتوري نتاع الدوزيام اني نشرح لكم اللين تحت الفيديو هذا. من بعد شفنا لي كلاس دي زالكول. كلاس دي زالكول قلنا لو كان لو هاش لاصق في كربون مع دو هيدروجين راهو سي ان الكول بريمير. لو كان لو هاش لاصق في كربون مع ان سول هيدروجين راهو سي ان الكول سيكوندير, ولو كان ما في حتى هيدروجين راهو سي ان الكول تيرسيير. ابري شفنا لا كومبستيون. بالنسبه للكومبستيون كومبليت قلنا لي سي ديستركسيون توتال للالكول دو فورمول CnH2n plus 2 O plus 3n sur 2 O2 donne n CO2 plus n plus 1 H2O. Et après, chauffe-là la déshydratation des alcools. Déshydratation des alcools, elle dit qu'on a fait un air d'eau. Deux molécules d'alcool, bichy ambloli. Élimination ou la élimination l'ion la molécule d'eau qui est capable de chasser ou anti l'alcool, donc OH R prime par exemple, on retrouve bien sûr en présence d'un catalyseur qui est l'acide sulfurique H2SO4 donne une molécule d'eau ou un autre الكول هنا سي تان ايتر سيمتريك. واخر حاجه شفناها في الكور اللي هو الاكسيداسيون مناجي, اللي قلنا لو كان ناخذ ان الكول دو فورمول سي ان اتش 2 ان بلس 2 او عملنا له اوكسيداسيون افيك ليزيون بي كرومات سي ار 2 او 7 دو موا, والا افيك لو ام ال 4 moi اللي هو سي لو بيرمانغانات باش يعطينا ان حاجه جديده اللي هو سي تان غروبمون سي ار ار بريم او. في الحاله هذه بيان سور بلس دو موليكول دو. في الحاله هذه راهو سي تان سيتون. السيتون قلنا عليه اللي هو عنده ميزتين, الاولانيه انه يعمل بريسيبيتي جون افيك لو 2 4 دي ام بي اتش اي نو رياجي با افيك le réactif de chiffre. Donc le halazé c'est un cétone. Donc le qui normal CN et bien sûr on souche les hauts l'alcool libjinabi c'est un alcool secondaire. Ouhné le qui n'exo un alcool avec formule brute CnH2n plus 2O on amène l'oxydation de même façon pour que nous tassel à la CR hydrogène et oxygène plus deux molécules d'eau. Le halazé donc c'est un aldéhyde. L'aldéhyde هذا il réagit avec le 2N pH ou yacht précipité jaune, ou de même il réagit avec le réactif de Schiff ou il a le couleur نتاعو rose. في الحاله هذه راهو سي تان الكول بريمير. باش تقف هنا لا بيان سور نراو نجم ناخذ الالديهيد هذا ونزيد نعمل له اوكسيداسيون من جديد. نعمل للالديهيد اون اوتر اوكسيداسيون وباش نتحصل على كربون راديكال دوبل ليزون اوكسيجين اي اون سول ليزون او اتش. في الحاله هذه سي تان اسيد كربوكسيليك. و بيان سور سي تان الكول دو كلاس 1 اللي هو كربون بريمير. هكا نكون كملت معاكم الفيديو للاخر, ان شاء الله يكون الكور يكون مفهوم. استنوني الفيديو الجاي ان شاء الله باش نهبط فيه الموفمون ريكتيليني يونيفورم. الموفمون ريكتيليني يونيفورمون فاريي, ومن بعد باش نرجع لكم نخدمو دي سيري ولا دي زيكزارسيس شيمي اي فيزيك فرد فيديو. سلام.